لا تحقر من المعروف شيء، افعل المعروف كله. اي معروف تعرفه اعرف افعله، اي معروف تعرفه افعل. وجدت علبة في الطريق تؤذي الناس، امطها؟ يمكن. وجدت واحد يريد أن توصله، أوصل؟ يمكن. وجدت إنسان مكروب، فرج عنه. وجدت إنسان يحتاج منك أن تبتسم في وجهه، ابتسم. وجدت إنسان تستطيع أن تشفع له، اشفع. ركعتين في الضحى لا تحسب أنها هينة. زبيدة زوجة هارون الرشيد صنعت مشروع عظيم جدا. أسقت الحجيج في منى، ما كان فيها سقيا، فعملت لهم عين طويلة لكي يسقى الحجيج، سميت عين زبيدة، معروفة في التاريخ عين زبيدة. ماتت زبيدة، رؤيت زبيدة رحمه الله في المنام، فقيل لها: ما فعل الله بك؟ قالت: غفر لي. فقيل لها: بالعين التي عملتيها؟ قالت: لا والله، العين وما العين، إنما بركعتين في جوف الليل كنت أحافظ عليها. شفت حاجة ما تتوقع، ركعتين في جوف الليل. أحد الدعاء رؤية في المنام، وهو داعية ومعروف، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فضحك، قال: فوق. هكذا قيل: بدعوتك؟ قال: دعوتي إنما بريالات تصدقت بها. سبحان الله، ما تعرف يا أخي. لا تحقر من المعروف شيء، افعل كل المعروف، كل وقت تعرف فيه معروف يعمل، ما تخسر شيء، فإنك لا تعلم ما هو العمل الذي سيغفر لك به. يمكن، ما ندري، يمكن ربنا غفور ولا ما هو غفور، شكور ولا ما هو شكور. أسأل الله أن يدخلنا بهذا المجلس الجنة، أسأل الله أن يدخلنا بهذا المجلس بالذات بفضله وكرمه وشكره الجنة، أسأل الله أن يشكرنا على هذا المجلس، أسأل الله أن يشكرنا ويبارك لنا ويصلح لنا باقي أيامنا. أسأل الله أن يثبتنا على السنة ويحببنا في السنة ويعيننا على نشر السنة ويرزقنا العمل بالعلم. قولوا آمين. اللهم إنا نشكرك أن فقهتنا في أسمائك، فزدنا فقها وعلما وعملا يا رب العالمين. وصلوا على نبيكم عليه الصلاة والسلام.